كانوا يلبسون عبشون عبشم ريحة ريحة ولاده عبشم شو بدي خبركم مرتي ماتت عندي بنت كانت يعني مشلوفة على الحيط عم تتلولأ لطيفة كانت ميتة بالبداية من أول الانفجار يعني خسرت مرتي أولادي حياتي مستقبلي شو بدي أقول لك أنا هربت من الحرب من سوريا لقيت الحرب هون لحقتني الحرب لهون أنا كنت برات البيت عم بشتغل وفجأة بلاقي انفجار قوي بيجي بتطلع اتفقد عائلتي بلاقي بنت من بناتي عم بتصرخ بابا 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 إجا بعده كان البيت أعلى من هيك وفي جارتي كلودية تحت كمان ماتت وفي إلي كمان تحت هون هالشيء في هاي أنقذته لإلي يا ريتني معهم ماني شايف هيك منظر يا ريتني ميت معهم ومش شايف هيك مناظر ما عاد سائل عشي خلص الغالي راح انا هربت من الحرب لحتى اعيش بامان انا وعائلتي ما بحب الحرب ولا بحب الشواذ ولا بحب المشكل بحب اعيش حياتي هيك رواق وهذا اللي حصل معي لحقتني الحرب لهون